بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحمد لله الذي جعل التعليم لنا مهنة نتشرف بغبار طباشيرها كما يتشرف الطبيب بدماء المريض على ملابسه. وكل عام ومعلمين ناس الخير بألف خير، وقد اقترب موعد عودتهم إلى بيئتهم وحاضنتهم التي يتنفسون بها، يكون فيها زي السمك في المي، يعودوا إلى الحياة الطبيعية بوجود طلابهم الذين هم أبنائهم. صحيح أن طلابنا هم المستقبل الذي قد لا نكون حاضره، لكن الأصح أننا نمارس معهم الحب الذي هو مصدر السلطات. طلابنا أولادنا، منا ليسوا معنا، هم قطعة منا، ما يسعدهم يسعدنا، ما يؤلمهم يؤلمنا. أولياء الأمور نحن وإياهم شركاء ولسنا أطراف. الشركاء يبحثون عن النجاح، أما الأطراف فتبحث كل واحد عن الدفاع عن نفسه، أهم شيء عنده أن لا يخطى. لذلك نحن وأولياء الأمور شركاء في بناء هذا الجيل الذي نتمنى له مستقبلا، نعتقد أنه قد لا نكون حاضره، ولكننا أصحاب رسالة، وصاحب الرسالة وظيفته أن يورثها وليس أن يحققها. إيش اللي بدنا إياه يوم ما نلتقي في طلابنا؟ باختصار وببساطة بدنا نستقبلهم بحب، بدنا نستقبلهم بتحمل، بتوجيه انه شو ايش يعمل، نعيد تدوير تصرفاته لتكون لمصلحته. نريد ان نستقبلهم بتعلم يجمع ما بين المتعه والفائده، حتى يكون تعلما ناشطا جاذبا لا ينتهي بانتهاء الحصه الصفيه، بل يبدا بعد الحصه الصفيه، لانه تكون معه اعمال بيؤديها في البيت وانشطه، ويعود الى المدرسه ينتظر اليوم الثاني بشغف حتى يقدم لمعلمه أو معلمته ما أنجزه في البيت، يكمل بناؤه الفكري والوجداني والمهاري. زملائنا المعلمين، أبنائنا أمانة في أعناقنا. زملائنا المعلمين الطلاب هم روحنا، هم نفوسنا، هم فلذة أكبادنا. لذلك ما نبنيه اليوم معهم سنحصده غدا بإذن الله ثمرا يحصده المجتمع، يعود بالخير على وطنهم ومجتمعهم وعلينا جميعا. نسأل الله أن يكون العام القادم عام خير وبركة، وأن يكون فيه طلابنا يقضون سنة من أمتع سنوات حياتهم، يعودون إلى بيئاتهم التعليمية والصفية، ترجع الحياة تتحرك في شوارعنا، ونشوف الطلاب رايحين راجعين بيحملوا شناتيهم مبسوطين. وفقنا الله جميعا لخدمة هذا الوطن ولخدمة مجتمعنا الشرف الذي نتسابق إليه جميعا، وكل عام وأنتم بخير.